أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن تنشئت يا رب العالمين تجعله صعب سهلا. في هذا الامتحان محافظة الجيزة إدارة العياط. أجب عن الأسئلة الآتية: السؤال الأول، ده الصف الثاني الإعدادي، تانية إعدادي، فصل دراسي ثاني، فصل دراسي ثاني. اختر الإجابة الصحيحة من بين إجابات المقطع. معين طول قطريه 6 و10، تكون مساحته. أنا عارف إن المعين هو عبارة عن مربع قطره متعامدان ليس متساويان. مساحة المعين بتساوي طول ضلعه في الارتفاع. طيب لما يديني طول قطرين يبقى بيساوي نصف حاصل ضرب قطريه، يعني هيبقى نص في 6 في 10 هيساوي نص في 6 في 10 ب30 سنتيمتر مربع. مثلث ألف باء جيم فيه ألف جيم تربيع أكبر من المربع المنشأ على أحد الأضلاع، أكبر من مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين. يبقى ده بنعرف إن ده مثلث نوعه منفرد ولا حاد ولا قائم. إذا كانت تساوي يبقى قائم، لو أقل من يبقى أقل من قائم يعني حد، لو أكبر من يبقى أكبر من قائم يعني منفرجة. يبقى إن زاوية ب تكون منفرجة. إذا كانت نسبة التكبير بين مضلعين متشابهين تساوي كام؟ كان المضلعين متطابقان. المضلعان متطابقان إمتى؟ يكون المضلعين متطابقين إذا كان المضلعين قد بعض، يعني لما أقسم المضلعين على بعض يساوي 1 لأن هما قد بعض، يبقى نسبة التكبير بتساوي 1. متوازي أضلاع فيه طول ضلعين متجاورين، ضلعين جنب بعض، متوازي أضلاع، إحنا عارفين متوازي أضلاع بياخد الشكل ده تقريبا، يعني شكل سريع كده، ضلعين متجاورين جنب بعض، الأصغر ب7 والأكبر ب9 وارتفاعه الأكبر، فين الارتفاع الأكبر؟ هيبقى من هنا لهنا ولا من هنا لهنا؟ هيبقى كده، هيبقى من الصغير للصغير. يبقى الارتفاع الأكبر باجي من عند الصغير من أي من بدايته وأسقط عمود على المقابل له، فبيكون ده الارتفاع الأكبر. لكن الأصغر من الطويل للطويل كده بتيجي تسقط كده عمود فبتجد الارتفاع ده أصغر من ده. طيب لما يكون ده هو الارتفاع الأكبر يبقى دي القاعدة اللي هو 7، بس 7 قاعدة، ده الارتفاع الأكبر. يبقى القاعدة، يبقى أنا كده عرفت إن القاعدة بكامل اللي أنا هختارها للارتفاع الأكبر بيساوي 7، والارتفاع المقابل اللي هو الأكبر بقى اللي بقول عليه بيساوي 5. يبقى مساحته بتساوي طول قاعدة في الارتفاع 5 في 7 ب35 سنتيمتر. أنا انتقل للسؤال المكمل لهذا السؤال اللي هو بقية السؤال الأول، الجزء 6، ثم ننتقل للسؤال الثاني. الجزء 6 بيقول: مستطيل طوله 8 وعرضه 6، يكون طول قطره بكم؟ لما يكون عندي مستطيل طوله ب8 وعرضه ب اس كده مستطيل، وليكن هذا مستطيل
مستطيل عندي اهو، مستطيل طوله 8، عرضه ديك 8 وعرضه 6، يكون طول قطره كام؟ طبعا علشان اجيب طول قطر انا بوصل القطر بالشكل ده، يبقى اصبح ده مثلث قائم الزاوية، في الزاوية دي قائمة، واعرف اجيب طول القطر ب، يبقى طول القطر بجيبه من فيثاغورس بيساوي طول قطر بتساوي كام؟ الجذر التربيعي لمربع ضلعي القائمة، مجموع مربعي ضلعي القائمة اللي هو 6 في 6 36، 8 في 8 ب64 بيساوي جذر 100 بيساوي 10 سنتيمتر، يبقى طول قطر المستطيل اللي عندنا ده ب10 سنتيمتر. نشوف بقى بعد كده السؤال رقم 2، اكمل ما يأتي. يتشابه المثلثان اذا كانت زواياهما المتناظرة متطابقة. مسقط نقطة تنتمي لمستقيم، مسقط نقطة بتنتمي لمستقيم، يعني عند مستقيم بالشكل ده، وهاخد عليه نقطة بالشكل ده، تنتمي له يعني عليه نقطة على المستقيم ده، مستقيم ممتد من طرفين، يبقى مسقط النقطة ده على المستقيم هتكون ايه؟ هي مسقط نقطة تنتمي للمستقيم على هذا المستقيم هو نفس النقطة، نفس النقطة او نفسها، نفسه يبقى ايه؟ نفسها. تمام. متوسط المثلث يقسم سطحه الى مثلثين. لما يكون عندنا مثلث وهذا المثلث اخذت فيه متوسط، اي مثلث ايا كان المثلث، مثلث مختلف الأضلاع مش لازم، متساوي الأضلاع مش لازم، تساوي الساقين، هناخد فيه متوسط من هنا كده، متوسط. المتوسط ده بيعمل ايه؟ بيأتي من الرأس ينصف الضلع المقابل لهذه الرأس. يبقى متوسط المثلث يقسم سطحه الى مثلثين، طبعا متساويان في المساحة، وهنثبت الكلام ده بالبرهان. ازاي؟ احنا كنا بنقول لو في عندي مثلثين متساويين في القاعدة ورأسيهما يقعان، هم برأس وده رأس، يقعان على خط يوازي القاعدة، انا هاخد خط كده يوازي القاعدة اهو، فإن هذان المثلثان يكون متساويان في المساحة، نسبتها بطريقة تانية، دي القاعدة دي بتوازي دي، يعني البعد بينهم ثابت سواء انا اخذت البعد هنا او اخذته هنا، البعد ده قد ده، البعد ده كده قد البعد ده، ليه؟ لان دول متوازيين. طيب مساحة المثلث اللي هو ده النص ده تساوي نص القاعدة في الارتفاع، مساحة المثلث الثاني نص القاعدة في الارتفاع، القاعدة هي نفسها، يبقى نص القاعدة هو نفسه والارتفاع هو نفسه، بإذا المساحتين متساويتين. يبقى إذا لما يقول لك المتوسط بيقسم مساحة المثلث إلى مثلثين متساويين في المساحة.
المثلث الذي أطوال أضلاعه 6 8 10 يكون نوعه إيه؟ يكون إيه بالنسبة للزاوية؟ علشان أجيب النوع لازم أربع الأضلاع التلاتة، 6 × 6 = 36، نجمع معاه مربع الضلع التاني، الاتنين الصغيرين بجيب مربعاتهم وأجمعها، 8 × 8 = 64، دول مجموعهم. بهنقول بما أن ممكن تقول في الأول خالص بما أن 6 تربيع زائد 8 تربيع بتساوي 36 + 64 بتساوي 100، وبما أن 10 تربيع بتساوي 100، يبقى إذن 10 تربيع بتساوي 6 تربيع زائد 8 تربيع، يبقى إذن المثلث قائم الزاوية، بيكون قائم الزاوية. المضلعان المشابهان لثالث، يعني إذا أنت أخذت مثلث كده وليكن ده هنسميه مضلع وصغرناه بالشكل ده، ده مثلث اهو، وخدنا نفس المثلث وخدنا مثلث تاني شايف المثلث دوت، ده بيشابه ده وده بيشابه ده، يبقى الاتنين ده وده بيشابه الصغير، يبقى ده يشابه ده وده يشابه ده، يبقى هنسمي ده رقم 1، ده 2، ده 3. 2 بيشابه 1 3 بيشابه 1، يبقى مضلعان مشابهان لثالث هيكونوا عاملين ايه؟ يبقى 2 و3 هيشابهوا بعض، لان 3 كلهم بيشابهوا. ننتقل بعد كده للسؤال التالي، حدد نوع المثلث سين صابعين بالنسبة لزواياه، اذا كان سين عين ب7، سين صاد 5، صاد عين ب3. هنقول نجيب الاتنين الصغيرين مربعاتهم، نقول السين صاد تربيع زائد صاد عين تربيع بتساوي 5 × 5 = 25، زائد 3 × 3 = 9، بتساوي 34. طب سين عين تربيع بتساوي ايه؟ 9 × 9 = 49، يبقى سين عين تربيع أكبر، يبقى إذا سين عين تربيع أكبر من سين صاد تربيع زائد صاد عين تربيع، يبقى إذا المثلث ده منفرج الزاوية طالما أحد المربعين أكبر من مجموع المربعات الأخرى، يبقى هو منفرج الزاوية. شوف السؤال اللي بعد كده، في الشكل المقابل قياس ب ألف جيم ب ألف جيم ب90، ألف دال عمود على ب جيم، يبقى ده مثلث قائم الزاوية، وأسقطنا من رأس القائمة عمود على الوتر، ألف ب ب8 وألف جيم ب6. أوجد طول ب جيم، عايزين نجيب ب جيم طبعا من فيثاغورس، هنقول إن ب جيم بتساوي الجذر التربيعي 8 × 8 = 64، زائد 6 × 6 = 36 اللي هو الجذر 100، بتساوي 10 سنتيمتر، يبقى ب ج ده كله ب10، ده كده ب10 سنتيمتر. حسبنا ب ج وطول مسقط ا ب،
عاوز اجيب مسقط الف باء على باء جيم اللي هو مين؟ بنسقط من الف عمود تبقى دال، ومن باء نفسها مسقطها هي نفسها، يبقى مسقط الف باء على باء جيم اللي هو باء دال. عايزين نحسب باء دال. طيب كنا بنقول المربع المنشى على احد اضلاع القائمة بيساوي مسقط هذا الضلع في طول الوتر، يعني الف باء تربيع بيساوي باء دال في باء جيم. ومنها اقدر اقول ان باء دال اللي هو المسقط بيساوي مربع الضلع اللي جبنا له المسقط الف باء تربيع على طول الوتر اللي هو باء جيم. طب الف باء تربيع 8 في 8 64 على باء جيم اللي هو بعشرة، يعني بتساوي 6.4 سنتيمتر. ده اللي هو ايه؟ باء جيم. باء دال. باء دال جبنا له باء دال طلع ب6.4. شوف بقى كده السؤال اللي بعده. في الشكل المقابل مساحة مثلث ألف ميم باء، مساحة مثلث ده ألف ميم باء بتساوي مساحة مثلث دال ميم جيم. برهن أن ألف دال يوازي باء جيم، المساحة دي بتساوي دي. تعال نضيف مساحة المثلث دوت ألف ميم دال للطرفين، هنضيفه هنا يبقى يدي المثلث ألف باء دال، وأضيفه لده يدي ألف جيم دال، هنضيفه هنا مرة ونضيفه هنا مرة، ينتج إن ألف باء دال بيساوي ألف جيم دال، وهما لهما نفس القاعدة، رأسيهما يقعان على خط يوازي القاعدة، يبقى إذا ألف دال يوازي باء جيم. نقول بما أن مساحة المثلث ألف باء ميم بتساوي مساحة المثلث دال ميم جيم بإضافة مساحة المثلث ألف ميم دال للطرفين، إذا مساحة المثلث ألف باء دال بتساوي مساحة المثلث ألف جيم دال لهما نفس القاعدة، يبقى إذن باء جيم يوازي ألف دال. شبه منحرف طول قاعدتيه المتوازيتين 7 و9 وارتفاعه 6، احسب مساحة سطحه. أنا عارف إن مساحة الشبه المنحرف، مساحة شبه المنحرف بتساوي ايه؟ مساحة شبه المنحرف بتساوي القاعدة المتوسطة. يعني ايه قاعدة متوسطة؟ يعني مجموع قاعدتين على 2 بتساوي 7+9 على 2 في الارتفاع اللي هو 6. 7 و9 16 على 2 في 8 في 6، 6 × 8 = 48 سنتيمتر مربع. بعد كده نشوف السؤال اللي بعده. خمسة والأخير. في الشكل المقابل دي ألف دال بستة، ألف هاء بتلاتة، وهاء جيم بي 5، وده بيوازي ده. برهن أن المثلث ألف دال هاء ألف دال هاء يشابه المثلث ألف باء جيم. طبعا على طول علشان في توازي هيبقى عندي الزاوية ديت بتساوي الزاوية ديت تناظر، دي بتساوي دي، ده يوازي ده وده قاطع، باء جيم يوازي دال هاء وألف باء قاطع، يبقى إذا الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. ونفس الكلام دال هاء وباء جيم بيوازوا بعض، وألف جيم قاطع تبقى الزاوية هاء دي بتساوي الزاوية جيم دي.
الزاوية دي مشتركة للاثنين المثلثين يبقى إذا يتشابه المثلثان. خلاص كده أثبتنا إن نقول له الزاوية دي بتساوي دي، الزاوية دي بتساوي دي، الزاوية دي مشتركة يتشابه المثلثان. يبقى إذا مثلث ألف د ه يشابه مثلث ألف ب ج. أوجد طول ب د، أنا عايز أجيب ب د دي. طبعا مش هعرف أحسبها كده من التشابه، أنا لازم أجيب ضلع كله بتاعها اللي هو ألف ب، وأنا عندي ألف د أطرحها من ألف ب تديني ب د. يبقى نقول إيه بقى؟ ألف د على ألف د اللي بيناظره ألف ب بتساوي ألف ه على ألف ج، ألف ه على ألف ج. طب ألف د بكام؟ بستة، بستة على ألف ب بتساوي ألف ه بتلاتة على خمسة. أقدر أختصر أي بسط مع أي بسط على دفع واحد على دفع الاتنين بألف ب في واحد بألف ب، واتنين في خمسة بعشرة سنتيمتر. يبقى إذا ألف ب كلها بعشرة. طيب إيه المطلوب؟ أنا عايز ب د بتساوي ألف ب ناقص ألف ج بتساوي عشرة ناقص ستة بتساوي أربعة. يعني ب د دي هتساوي أربعة. في خطأ، قلنا ستة على ألف ب بتساوي تلاتة على خمسة، دي مش خمسة دي تمانية. ألف جيم كله، ألف جيم كله بتمانية، عشان كده ما ينفعش دي أربعة ودي خمسة ودي ستة، يعني دي تبقى أكبر من دي ودي، يعني مفيش تناسب كده. عشان كده أنا حسيت في خطأ، لأن الناتج ده مش منطقي. البعد ده كده ما هوش منطقي، اما البعد ده، البعد ده وده نصه، دي ضعف ده، يبقى المفروض ده ضعف ده، يبقى ده المفروض يطلع 8 دي 10 لان دي 5. هنشوف يبقى دي بكام؟ قلنا ب 8 8 اضرب 2 في 8 ب 16. نطرح بقى دي 16 ناقص 6 بتساوي 10 سنتيمتر. يبقى اذا دي ب 10 سنتيمتر اللي هي د ب. يبقى طول د ب حسبناه بايه؟ ب 10 سنتيمتر. نشوف بعد كده السؤال الاخير. مثلث أطواله 8 15 17 برهن أن قياس زاوية ص س ع ب 90. هنجيب الضلعين الأصغر، نقول س ص زائد س ع بتساوي تربيع طبعا في الاثنين بتساوي 8 في 8 64، 15 في 15 225، ده بيساوي 4 و 6 9 4 و 5 9 6 و 2 8 289. طيب هنجيب بقى الضلع الأطول ص ع تربيع تساوي 17 تربيع، 17 في 17 289. يبقى إذا ص د تربيع بتساوي س ص تربيع زائد س ع تربيع. يبقى إذا المثلث قائم الزاوية في س اللي هو الحرف اللي موش هنا. يحسب مساحة سطح المثلث س ص د. طبعا أنا عرفت إن دي 90، يعني اخد دي قاعدة وده ارتفاع وده قاعدة وده ارتفاع. يبقى مساحة المثلث
س 70 بتساوي نص في 8 في 15، بتساوي نص في 8 في 4 في 15، 4 في 5 في 20، 1 في 4 60، 60 سنتيمتر مربع. وكده يبقى احنا خلصنا الامتحان، نلتقي في امتحان جبر ان شاء الله، في امتحان اخر. نرجو منكم المشاركة والدعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.